السلام عليكم طلابنا الأعزاء، اليوم محاضرتنا عن immune compromised host أو المناعة القليلة عند المرضى. Immune deficiency is associated with an increase in the frequency and severity of infections. طبعاً أي نقص مناعة يزيد عندهم المرضى كثرة وشدة الأمراض التهابية infections. Immune deficiency is associated with autoimmune diseases and malignancy. كذلك يصير عندهم زيادة بالأمراض المناعية والأورام والسرطانات. Failure to recognize and diagnose leads to increased morbidity and mortality. طبعا إذا ما تشخص من البداية راح يؤدي إلى كثرة التمارض والخطورة على حياة المريض. Immune deficiencies عادة 7-9 سنوات بين بداية الأعراض والتشخيص، فيعني دائما اكو صعوبة في تشخيصه حاليا. هو مرض نادر فما يجي ببال الأخصائيين أو الأطباء بصورة عامة في تشخيص الحالة للنقص المناعة إن كان مكتسبة أو وراثية. أكثر من 50% من المرضى will be 18 years old and older when diagnosis is made. 37% will have permanent tissue or organ damage. أكثر من ثلث يكون عندهم مشاكل مزمنة أو دائمية أو تلف دائمي بالأعضاء الجسم أو عضو معين بالجسم. Definition: What is an immune compromised host? State in which the immune system is unable to respond appropriately and effectively to infectious microorganisms. احنا خذنا بالمحاضرات السابقة شلون الجسم يتفاعل ويستجيب لأي مايكروأورغانيزم. هذه الميزة راح تقل أو ممكن ما موجودة بالجسم اللي ما بي immunity. A qualitative or quantitative defect of one or more components of the immune system هو المشاكل اللي تصير. Low qualitative، لو نوعية الميون سيستم، لو كمية عناصر الميون سيستم تصير بها مشاكل. Infections suggesting underlying immune deficiency defined as infections suggesting severe. شنو ميزتهم طبعا هنا دني على شكل كلمة spare. Severe, persistent يعني chronic دائما يعني تأخذ فترة طويلة حتى تطيب أو ما تطيب بالعادة. Unusual etiologies يعني مو microorganism معروف دائما فتشي نادر و severe مثل ما قلنا شديد من البداية. Recurrent يعني إذا طاب يرجع بسهولة بعدين. With slow recovery or poor response to treatment دائما ضعيف الاستجابة وماكو استجابة at all. Classification of immune deficiency. Defective immunity. Low primary, low secondary. A primary intrinsic defect. يعني single gene disorder, polygenic, HLA polymorphism. Low secondary. اللي underlying disease or condition affecting immune components. يقلل production or increase loss or catabolism. يعني أنا نقصد شنو؟ Low primary immune deficiency. بحيث مشكلة بداخل الجسم. داخل الجهاز المناعي لو بسبب جين واحد لو عدة جينات بوليجينيك لو مشكلة بالـ HLA polymorphism. طبعا هذا معناها المشكلة بداخل immune system نظام immunity. secondary يعني اكو مرض ثاني اثر مثل مشكلة فشل بالكبد فشل بالكلى فشل بالقلب يخلي مناعة الجسم ما تشتغل عدل. يا اما decrease بالproduction مال immune component لو increase بالloss مال immune component. هذا المقصود بها. Primary immune deficiencies classified according to which immune component is defective. Primary لو بالبي سيل تقريبا 50%، لو بالتي سيل ثلثهم، لو فاغوسايتس 18%، لو كومبلمنت اللي هي كلش نادرة 2%. انسيدنس هي 1 إلى 400 إلى 1 إلى 400 ألف. Occur in the first months of life دائما البرايمري immune deficiency عادة تبين بأول ما يجي الطفل للدنيا بأول أشهر إله. 80% من المرضى أقل من 20 سنة. 70% من عندهم male اللي هو معناها X-linked أغلبيتهم. Clinical
clinical important phagocyte deficiencies من هنا cyclic neutropenia periodicity هذول كل شهرين ثلاث شهور يصير عندهم فترة أسبوع تقل عندهم النيوتروفيل كاونت فيصير عندهم سخونة شوية فرقاصة بحلقة طبعا هم يعرفون شنو الديفكت وين لو مشكلة بالأدهيجين تو اندوثيريوم النيوتروفيل حتى تطلع الفاغوسايت من تطلع من تهاجر من البلد فيزل وتطلع برا حتى تهاجم المايكروب اللي موجود بالتشو يراد تغير من شكلها وتطب داخل بين الاندوثيريال سيل مال البلد فيزل وتطلع من البلد فيزل هاي الانبعاجات اللي يصير بشكل اليوكوسايت يراد لها ادهيجن للاندوثيريوم فاذا الريسبتر ما موجوده بالاندوثيريوم حتى يصير ادهيجن بالنيوتروفيل حتى تطلع من البلد فيزل وتهاجم مايكروب هذه هو بحد ذاته هو immune deficiency فيصبح اليوكوسايت ادهيجن deficiency like our CD18 protein in phagocytes هذا ما موجود حتى يتشلب بالاندوثيريال سيل لو انتراسيلر كيلنج لو مثلا وصل للميكروب لكن ما يقدر يكتله الميكروب يظل داخل الفاغوسايت ويتكاثر بداخله وكأنه الفاغوسايت راح تحميه من بقية السيلز راح يسوي كرونيك جرانيوماتوس ديزيز لاك اوف ريسبيراتوري بيرست لو فاغوسايتوسيس يعني ما التكاثر الفاغوسايت ما موجود شيداكيغاشي سيندروم فيلر اوف فاغوسايت فاغولايسوسوم فورميشن يعني من يلتهم الفاغوسايت من تلتهم مايكروب حتى تكون فاغوسوم اللي هي اللي راح تقتل المايكروب هذه ما موجودة اللي هن البرايمر والسكندري فاغوسومز ما موجودة بالسكندري وان طبعا هاي ديو تو جينيتيك ديفكت فهذا هو بحد ذاته همين مرض اسمه شيداكيغاشي فهذن الامراض متعددة حسب وين الستيب اللي صايرة مشكلة في قتل البكتيريا أو المايكرو أورغانيزم بصورة عامة. Secondary phagocyte deficiency are more common طبعا عادة من البرايمري هو غير. Chronic granulomatous disease etiology an inherited disease whereby phagocytes and neutrophils ingest microbes but cannot kill them مثل ما قلنا lead to formation of granuloma and recurrent infections. Caused by the mutation of one of the genes that code for the four subunits of NADH oxidase. NADH اللي هو السيستم اللي مثل اللي هو مثل عبارة عن chemical interaction أو reaction راح يصير داخل السيل حتى يقتل الميكروب هذا بي defect. فتدخل للسيل الميكروب وما ينقتل. So, chronic granulomatous disease is inherited disease with either X-linked recessive, اللي هو أكثر من 70%, and more males are affected than females, طبعاً, هو X-linked, or autosomal recessive inheritance, and equal chance of occurrence in males and females. NADH oxidase mediate the production of reactive oxygen intermediates as superoxide anion and hydrogen peroxide. For intracellular killing of engulfed microbes inside the phagosomes, phagolysosome of phagocytes in a process called oxygen burst or oxygen dependent killing. فهذا هاي العملية هذا الرياكشن دي يصير راح ينتج من عنده مواد راح تقتل الميكروأورغانيزم هذا الرياكشن بي ديفكت. Hydrogen peroxide is derived from O2 minus is important in killing rather than O2 minus. Oxygen, the hydrogen peroxide مهم في قتل الميكروأورغانيزم. So a mutation in one of the four genes that code NADH oxidase leads to decreased production of this enzyme and poorly functioning phagocytes, poor intracellular killing by oxygen dependent. Clinical feature, hallmark of CGD, the chronic granulomatous disease, is early onset of severe bacterial and fungal infection. من بداية عمره يجينا التهاب جدا قوي بكتيري وفطري. Appears in the first 2 years of life,
The most commonly involved organs are those that serve as barriers against the entry of microorganisms from the environment: skin, lungs, GIT, lymph nodes, liver, and spleen. دائما ذني البريرز او الحواجز عن الميكروورجانيزم مثل الجلد الجي اي تي اللنج الليفر سبلين هن ذني اللي يصير بهن الاذى. Infections are caused by catalase positive organism such as staphylococcus aureus gram positive bacteria او aspergillus مثل ما قلنا الفنجس. The most common presentation are skin infection, pneumonia, lung abscess, osteomyelitis اللي هي التهاب بالعظم, swollen lymph nodes التهاب الغدد اللمفاوية وتورمها, liver abscess, non-malignant granuloma. Without treatment children often die in the first decade of life, أول 10 سنين. Associated findings: granuloma formation in many organs and it appears to reflect the body's attempt to mount a T-cell response to compensate for the inability of the neutrophils to kill the organism, which leads to pyloric outlet obstruction, bladder obstruction, urethral obstruction, rectal fistula, intestinal granuloma. يعني وين اكو granuloma formation اللي هو التهاب مزمن داخل الجهاز الهضمي مثل ما قلنا pyloric, راح يصير stenosis بيه, فيصير pyloric stenosis أو obstruction بالجهاز البولي مثلا بالبلادر يورثرا أو بالركتال, يصير عندهم fistula أو intestinal granuloma. Presentation of patient to the chorogrammatous disease مثل ما قلنا شوفوا هاي التهابات بالجلد متكررة, وهاي شوفوا بالبلمونار اسبرجيلوسيس هالة ساين هاي عشكل الهالة هاي ريزوليوشن سي تي سكان. Why infections in chronic gram-negative disease are caused by catalase positive organism? Because the catalase break down the small amount of hydrogen peroxide. يعني إذا هي باقية شوية هيدروجين بيروكسيد اللي هي مهمة لقتل البكتيريا, الكاتاليز راح يحطم هاي الأمونت القليلة. هذه المايكرو أورجانيزم اللي تملك هذا الإنزيم يسحب له كاتاليز بوزيتيف مايكرو أورجانيزم, مثالها ستافيلوكوكس أوريوس. لذلك هم دول عرضة لستافيلوكوكس أوريوس هواية أكثر من غيرها. Immunological findings: defective killing by neutrophils and inability to form hydrogen peroxide and other oxygen metabolites. B and T cells function and complement levels are normal. ما بيهش. Treatment: طبعا نحتاج الانتيبايوتيك بصورة مستمرة, لازم دائما نغير الانتيبايوتيك لان دول resistant يصيرون. Hematopoietic stem cell transplantation, gene therapy, replacement of defective gene, interferon gamma which may activate the cells and enhance their killing ability via oxygen independent mechanism, lysosomal enzyme, or granulocytes transfusion, or surgery to treat the abscess. Clinical examples of chronic granulomatous disease. يعني مثال عم اعطيك, young patient develop since the age of 4 weeks multiple staphylococcal abscess in the chest, بصدره وبوجهه او بالبطن بالمنطقه المقعد, requiring surgical incision and a course of systemic antibiotics for 10 days. بعدين شوف التريتمنت فتره طويله, شوف multiple staphylococcal معناه frequent, الميكروب دائما staphylococcal, شوف ميسته هو young age, severity abscess راسا صار جراحه عنده a severe disease. فشوفوا هاي مواصفات الـ immune deficiency. By the age of 2 years he was admitted to the hospital 5 times بسبب staphylococcal infection. إذن هم frequent وهمين الميكروورجانيزم همين هنا شديد واحتاج دخول مستشفى معناه severe. Height and weight below the average معناها اتأذى صار عنده تلف وزنه وطوله ما يزيد. The three elder brothers had died of infections at an early age, but sisters healthy.
إذن أخوته أخوات المريض مصابين وتوفوا بعمر يعني صغير، بس خواته ما بي مشكلة. Neutrophils failed to produce oxygen radicals respiratory burst. هذي شافوه بالمختبر باللاب. Clinical important B cell deficiencies. هسه ما يخص ال B cell شنو هم المشاكل اللي تصير؟ Low common variable immune deficiency the inability of B cells to mature into plasma cells. عادة هاي المشاكل تصير بال IgG وال IgA وال IgM variable. Low IgA deficiency بس ال IgA يصير بي. Low IgG subclass deficiency. Low proton disease اللي هي gamma globulinemia، يعني ال IgG وال IgA نسبتهم قليلة ما موجود تقريبا. بروتون ديزيز اسمه اكس لينك طبعا، يعني يصير بس بالميام اكثر شيء. او هايبر اي جي ام اللي هو اي جي ام هواية نسبته لكن عالية، شوفوا 10 جرام هنا نشوف 10 جرام والاي جي جي قليل، فشوفوا الاي جي ام ما يشتغل طبعا، بس هو نوعيته مو زينة بس هواية عدده رقمه، والاي جي جي ما موجود قليل. Presentation and management of patient with primary antibody deficiencies in general. A presentation recurrent upper and lower respiratory bacterial infections اللي يؤدي إلى bronchiectasis. GI complications including infections, giardia, arthropathies including mycoplasma, ureaplasma species. Increased incidence of autoimmune disease. Increased incidence of lymphoma and gastric carcinoma. هذول اعراضهم اللي يسوي عندهم مشاكل بالانتي بودي. جيارديا هواي يصير عندهم مايكوبلازما انفكشن يوروبلازما اكثر، اوتو اميون وكارسينوما. مانجمنت برومبت بروفلاكتيك انتي بايوتكس، اميونوجلوبين ريبليسمنت ثيرابي تعطيهم اميونوجلوبين اللي هم ما عندهم. مانجمنت اوف ريسبيراتوري فانكشن، افويد ان نسيسري اكسبوجر تو راديشن. بروتون ديزيز اكس لينك اجاما جلوبين، هذا مثال على انه ماكو ميونوجلوبين بالجسم. انهيرتد ديزيز وذ اكس لينك ريسيسيف انهيرتنس، يعني اكثر شيء يصير بالميل. كوز باي ميوتيشن ان بروتونز تايروسين كاينيز بي تي كي جين. بي تي كي از بارتيكولار responsible for mediation B cell development and maturation inside bone marrow. So patients do not generate mature B cells which manifest as a deficiency of antibodies in the bloodstream. Clinical features much more common in males. Patients are usually healthy in the neonatal period when they benefit from maternal antibodies. Problems begin by the age of 3 months to 18 months of life. Recurrent bacterial infection with pneumococci, streptococci, meningococci, pseudomonas and haemophilus influenza, sinusitis, pneumonia, meningitis. هذا اكثر شيء البكتيريا، وهاي الامراض اللي تصير بيها بسبب ماكو انتيبودي. Patients respond normally to viral infections. Viral infection عادي ما في مشكلة، لكن المشكلة بكتيريا. Immunological findings. All classes of immunoglobulins are grossly depleted. IgG or IgA undetectable. Decrease in the B cells in the circulation. Intact T cells. Treatment. Immunoglobulin replacement therapy. Regular injection of gamma globulin. 100 mg per kg. Body weight per month. الجول سيرم اي جي جي لازم يكون اكثر من 8 جرام بير لتر. لايف لونج تريتمنت، كل شهر لازم يجي ياخذ هذا الابره طول عمره. ديفرنت فورمولايشنز موجوده، اي في اي جي، سبكوتينيوس ميجروبين بليون بيشنتس، اور هول بلازما انفيوجن يعطوهم هول بلازما. كلينيكال اكزامبلز اوف بروتون ديزيز شلون يجونا؟ مثلا عمره 12 شهر بوي with 4 episodes of severe gram-positive bacterial pneumonia in the last 6 months.
فتشوفون عمره قليل severe infection النوع البكتيريا هو gram positive bacterial pneumonia 4 episodes معناه frequent high means of immune deficiency he has had recurrent diarrhea giardia infection membrane and his tonsils are barely detectable below the norm of height and weight failure to thrive يعني مع كثر infections recommended pediatric immunizations low IgG and low BCLs شافوا هاي باللابس patient has three healthy sisters aged 3, 5 and 7 years family lost a boy at 10 months of age to bacterial pneumonia 8 years ago يعني اذا the family عندهم هم طفل قبله مهمل وراح فاذا معناها انه هو inherited disease وهو X-linked وهو له علاقة بالإيميون ديفشنسي لأنه عبارة عن أمراض التهابية متعددة وسيفير. Clinical important T cell deficiencies سيحكي على T cell. Low lack of thymus اللي هو يكون T cell اللي هو موجود داخل القفص الصدري thymus ما موجود thymus اسم الديزيز هو داي جورج. Low stem cell defect severe combined immune deficiency. Low death of developing thymocytes, severe combined immune deficiency, low defective T cell development, severe combined immune deficiency, and Omenn syndrome. Di-George syndrome, ناخذ مثال عنده, congenital thymic hypoplasia. يعني هذا وراثيا مشاكل جينية يصير الثايموس مالتهم صغير hypoplasic. Etiology caused by faulty development of the third and fourth pharyngeal pouches during embryogenesis. Lead to the absence of or hypoplasia of both thymus and parathyroid glands. The majority of patients carry small deletions in chromosome 22, although the relevant gene or genes and their functions are still unidentified. Clinical feature thymus aplasia or hypoplasia results in cellular immune deficiency with a profoundly impaired T cells function. Manifested by recurrent infection with viral, fungal, and protozoal and mycobacterial agents. Hypoparathyroidism leads to hypocalcemic titanium. The facial appearance is abnormal with fish shaped mouth, mouth and low set ears, إذا أنا نازل الجوار. ومشاكل بالقلب عندهم طبعا، مشاكل قليل كالسيوم عندهم. والتهابات متكررة الفيرال خصوصا والفنجل والبروتوزوال حتى التوبركلوسيس immunological findings T cells are reduced in number delayed hypersensitivity reactions and the ability to reject allografts are impaired هذا يسوي تحت الجلد hypersensitivity reaction شوفوا إذا قليل يعني يدل أنه T cell function قليلة هذا نوع من أنواع اللاب يعني Most patients have normal myoglobin levels. Myoglobin هنا ما بيشي. Treatment: transplantation of thymus. Hypocalcemia يتعالج by controlled by administration of calcium and vitamin D. In most patients, the condition improves with age, even without thymus transplants. Patients are relatively normal by the age of 5 to 6 years. Extra thymic and parathyroid tissues develop ectopically. لأنه اكسترا ثايمك يعني خارج الثايموس اكو مناطق هي راح تكون تي سيل فلذلك هم بعد 5 سنوات يبدي جسمه يصير نورمال يعني بس مو شكله يعني ميونيتي ما تتعدل يبقى شكله هيجي خربط كومبلمنت كومبوننت ديفشنسيز يمكن نطاكم يا دكتور احمد الكومبلمنت فهي مثلا نبدي من C1 C4 C2 بعدين C3 يعطينا بروتين D و B و P واذا صارت مشاكل بال C5 C6 C7 لحد ال 9 recurrent 9 serial infection وعندهم سحايا متكررة تصير عندهم فهاي مشاكل اذا بكومبلمنت صارت ممكن يصير عندهم recurrent bacterial infection وإذا صار عندهم مشاكل بالC1 inhibitor deficiency
يصير الهنجي اوديما هاي كل فترة والثانية يورمون، هذا نفس الشخص هاي مرة يورمون مرة لا، لان يصير عندهم C1 inhibitor deficiency. اذا صار عندهم مشاكل بها هاي همين كل فترة والثانية يصيروا انجي اوديما. secondary immune deficiencies هذول من هم اللي يصير عندهم مشاكل بالاميونيتي بسبب امراض ثانية ما لها علاقة بالاميون سيستم، مثلا سوء تغذية مال نيوتريشن، تريس ميتال ديفشنسيز، فيتامين ديفشنسيز يصير عندهم ويؤدي الى نقص في المناعة، او دراج اندوست مثلا ماخذ دواء ونقصت المناعة مالته. واكثر واحد نعرفه هو الاميون سبرسيف ثيرابي، ستيرويد ماخذ، كورتيكوستيرويد او انتي ابيليبتيك دراجز، بنسلامين، جولد، سايتوتوكسيك ثيرابي، او عنده ورم كانسر من فوما، لوكيميا، مالتيبل مايلوما. هذا هو نفس المرض راح يغزي الجهاز المناعي ويؤدي انفكشنز مثل اتش اي في والميزلز، لوس اوف بروتين او سيلز بالنفروتيك سيندروم، نفروتيك سيندروم، بروتين لوزينج ثروباثي، بيرنز، حروق، اسبلينيا ما عنده سبلين، سكندري ديزيز من السكر سيل انيميا اتسترا، تروما، سيرجري مشاله السبلين من عنده يعني، وبعد يصير عنده نقص بالسبلين فانكشن، ميتابوليك ديزيز ديابيتس عنده، يوريميا، جينيتيك سيندروم مثل داون سيندروم، انفايرمنتال كونديشن مثل متعرض يو في لايت، راديشن، هايبوكسيا، سبيس فلايت مثلا بالفضاء عايش مناعتهم ضعيفه، physiological age newborn period advanced age كل العمرين هن ساعدهم مشاكل بالمناعة، لو عمره جوا 4 أشهر لو عمره فوق 70 دول مناعتهم ضعيفة، أو pregnancy أو stress. هاي صورة عن شلون ال poor rapport التواصل بين المريض والطبيب، فشوفوا شلون منتهي الأطباء ويقول just a minute انتظر و not listening to the patient's concern. مريض ده يشكي له وش قصال لهاي الساعة انه هنا صاير عصبية وشوفوا الطبيب ما منتبه. اتمنى ما يصيرون هيك بالمستقبل، يصيرون احسن من عندنا حتى. شكرا.